السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حريشات بالكوك اللي كيجيو رائعين وهشاش ولذادين وبسرعة كيوجدوا، وممكن نقدموهم على مائدة الإفطار في هذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك. خليكم معايا إن شاء الله تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الحريشات الرائعين ديالنا. خليكم معايا أخواتي. بالنسبة للمقادير أخواتي، غادي ندير بيضة، ثم غادي نضيف كاس من سكر سنيدة، ثم غادي نضيف كاس يعني بطبيعة الحال كنعبر بكاس العنبة، ثم كاس عنبة من الزيت يعني كاس لا ربع من الزيت، ثم نضيف واحد الياغورت من بنكهة الفاني، ثم غادي نضيف واحد الكاس من الكوك، يعني كاس ممكن عامر ممكن يعني اللي كان عندكم، من الاحسن يكون كاس عامر ديال الكوك. ثم غادي نضيف نخلط المكونات جيدا، ثم نضيف كاس ديال الحليب، ثم ساشي ديال الخميره والسميد كما ذكرت لكم اخواتي، ثم نضيف ساشي من الخميره الحلويات، ثم نضيف 3 ديال الكؤوس من السميد، السميد اللي كان يعني المختص ديال البسبوسة، السميد الناعم. ثم نضيف يعني يعني شيئا فشيئا، نخلط هذيك الخليط ديالي ونخليه يرتاح لمدة ربع ساعة حتى يعني يشرب هذوك السوائل. ثم غادي ندير واحد الطبسي كما كتشوفوا، وندير فيه شويه من السميد ونخلطه مع الكوك، لانه باش غادي نبقى ندير فاش نخلط المكونات نبقى نشكلهم على شكل دوائر كما كتشوفوا، ونبقى نلمدو في داك الكوك وداك السميد كما كتشوفوا، يعني كنستمر بنفس الطريقه يعني تنخلي هذاك الكوك عفوا هذيك الخليط ديالي يشرب السوائل مزيان يعني مدة ربع ساعة، ونبقى كما كتشوفوا نفس الطريقة نشكل الدوائر، ثم ندير نلمدهم في الكوك والسميد حتى كنكملهم كاملين، ونشعل الفرن يعني طبيعة الحال يعني يطيبوا على نار مهيلة، لأنه بسرعة كيطيبوا يعني ممكن يعني بسرعة ما ياخدوش بزاف ديال الوقت حتى كيطيبوا. ثم ممكن نقدمهم كيجيو زوينين في المائدة ديال الفطور، خصوصا وحنا مقبلين على يعني العيد الأضحى المبارك، فطور الصباح كيجيو رائعين. الله يدخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر، ويرفع ان شاء الله علينا هذا البلاء او هذا الوباء، وتعود المياه لمجاريها باذن الله. الحريشات ديالي هما جاهزين، جاوا رائعين وهشاش، وكنصحكم يعني انكم تجربوهم كيستحقوا فعلا التجربه، ونخليكم على خير فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.